دانا الصفر، فنانة تشكيلية قطرية مشاركة في معرض الكتاب مع وزارة الثقافة والرياضة ضمن 16 فنان قطري. سعيدة بهذه الفرصة التي أتاحتها لنا الوزارة، بحيث أن إحنا دمجنا بين القلم والفرشاة في التعبير عن الفكر، والفنان من خلال فرشاته هو يعبر عن ثقافته وعن آرائه وعن مشاعره وفكره أيضا. فاليوم إحنا نشهد مهرجان ثقافي فني في آن واحد.